النجوم المكرمين بحبها كتير من قبل ما أعرفها، بحبها كتير من قبل ما أتعرف عليها وقبل ما أجي على الأردن. لما شفتها بال2002 عبر شاشة المستقبل حسيت أنه أردنية عم بتقدم برنامج هالقد ضخم على محطة لبنانية، فأكيد رح يجي الوقت أنه لبناني كمان يقدم برنامج ضخم على محطة أردنية أو محطة فلسطينية، والحمد لله صار. قدمت العديد من الأعمال والعديد من البرامج، بتغني، بتمثل، بتقدم برامج، تعرض أزياء، بتصمم أزياء، بتصور، بتعرف تربي أولادها منيح، مجنونة بأفكارها، مجنونة بأعمالها، بيتها كتير غريب، بتركب على الموتو، بتسوق سيارة كتير منيح، بتسوق جيت سكي كتير منيح، بتسبح كتير منيح، بتركض كتير منيح، كل شيء بتعمله الحمد لله كتير منيح. زقفة كتير كبيرة، ورحبوا معي بالنجمة رانيا الكردي. شكراً مازن. هلأ فهمت شو هاي، في هدية مع أنا فكرت ستاند لازم لزقها بالبيت. شكراً كتير للحضور، مساء الخير، شكراً لسمو الأميرة ولنقيبنا. أنا عن جد شرف إلي أنه يكون في إلي تكريم الليلة من بين مؤسسي وقادة للفن الأردني، وأنه أنا أكون ضمنهم. الصراحة هن اللي بدوا الطريق والرحلة الطويلة الصعبة للفن الأردني، وناضلوا وأنجزوا إنجازات كتير كبيرة. بس مزبوط إنه نحنا لسه نوعاً ما عم نشتغل بجهود فردية، ومنحتاج زي ما قالوا الأساتذة لدعم مادي، سياسي، معنوي، لنحنا نقدر نكمل الطريق ونرفع رأس الأردن إن شاء الله. وأنا بديت مشواري الفني هون على المسرح الملكي لما كان عمري 11 سنة، فكتير حلو أني أرجع لهون لأتكرم. شكراً مازن. وعشان إذا يعني ما وصلت لمرحلة الأوسكار، بحب أغتنم الفرصة أني كمان أشكر أهلي اللي دعموني كتير وآمنوا كمان بمقدرتي وما غصبوني أني أدخل طب أو هندسة مثل كتير من الأهالي. وبحب أشكر جوزي كمان إنه دعمني وكمل معاي وتحمل كل الصعوبات الفنية اللي منواجهها والسفر الدائم. شكراً لكم. شكراً مازن. شكراً للنجمة رانيا الكردي. بعد في إشياء بتعرف تعملها رانيا إذا بدكم نخبركم.